السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا في أحسن حال وراحة البال يا رب. النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، طلب مني في تعليقات من إحدى متابعيني، بتسألني عن الصيام المتقطع، هل هو بيخسس؟ كان واحدة تانية بتسألني ازاي اتبع صيام متقطع. طبعا انا مش متخصصة ولا طبيبة اقدر ان انا هتكلم معاكم بطريقة علمية، لا انا هتكلم معاكم من خلال تجربتي ومن خلال قراءاتي. طبعا احنا يمكن انا لما كنت بعمل في بداية القناة كنت بعمل بث مباشر، وكنت دايما بتكلم عن الكيتو، وكنت بقول لكم اهم حاجة قبل ما بتيجي اي نظام صحي او نظام حياة ان انا لازم يعني اثقف نفسي، اقرأ عن الموضوعات ديت، اعمل سيرش وابتدي ابحث اشوف ايه المفيد وايه المضر، بجانب طبعا ان انا يعني في بداية الكيتو كنت متبعة مع طبيب وعرفت خلاص النظام مشيت عليه تمام. فبالنسبة للصيام المتقطع وعلاقته بالتخسيس، وهقول لكم كمان هي يعني انواع الصيام المتقطع. فاهم حاجة بس ان الصيام المتقطع ليه علاقة بالتخسيس، نعم ليه علاقة بالتخسيس. ازاي؟ عن طريق ان طبعا الصيام المتقطع لما بتبعه بيحرق معايا الدهون. طب ازاي هيحرق الدهون؟ اول حاجة ان الصيام المتقطع بيقلل نسبة الانسولين في الدم. احنا عارفين ان الانسولين هو اساس اللي بيخلي الخلايا الدهنية تنمو وتكبر. الانسولين داخلنا عن طريق ان احنا ناكل سكريات، ان احنا ناكل مواد كربوهيدراتية وتبتدي تتحول لسكريات. يبقى معنى كده ان الانسولين هو اساس زيادة الوزن، وكمان بيخزن الدهون وبيقلل الحرق. يبقى ناخد بالنا جدا الصيام المتقطع دي اول فايدة ليه، مفيدة معانا جدا. تاني حاجة ان الصيام المتقطع مفيد ليه، لان الصيام المتقطع انا لما بتبعه باكل كمية اكل اقل، باخد سعرات اقل، لان عندي ساعات الاكل اللي باكل فيها بتبقى ساعات قليلة. بس ناخد بالنا لان في ناس بتعمل الصيام المتقطع وتقول لك ما جابش معايا نتيجة، الصيام المتقطع ده انا تخنت عليه او وزني زاد. اكيد انت مش متبع صيام متقطع صح. الصيام المتقطع الساعات اللي احنا بناكل فيها لابد ولضروري ان انا اكل فيها اكل صحي، اكل مسموح، اكل معمول بطريقة صحية، مش شرط يعني يكون معمول يعني اللي هو مسلوق او مشوي. حتى للناس اللي مش متبعة الكيتو، لا انا بتكلم الصيام المتقطع عامة مش على الكيتو فقط، لا انا لازم عشان اكل سعراتي او اكل في الفترة اللي مسموح لي فيها من خلال وانا متبع صيام متقطع، لازم الاكل اللي هاكله في خلال الاكل بتاعي ساعات الاكل تكون اكل صحي. ما اروحش اجيب ساندوتش همبرجر او فاست فود او الحاجات اللي هي المقلية المليانة زيوت، ويا ريت تكون زيوت نافعة او دهون صحية، لا طبعا بتكون زيوت مهدرجة. دي تاني نقطة. ثالث نقطة ان الصيام المتقطع بيساعد على افراز هرمون النمو، اللي هو بالتالي بيساعد على تكسير الدهون. يبقى هنا الصيام المتقطع فايدته مفيد جدا معانا. نقطة مهمة جدا انا لما قريت عنها قال لي من ضمن قراءاتي عرفت ان هو بيزود من تصنيع الكيتون اللي هو معانا في الكيتو، اللي هو بيحول جسمنا للحالة الكيتونية اللي هي ناتجة من حرق الدهون تمام. فهنا الصيام المتقطع معانا مفيد جدا. يبقى يجب علينا ان احنا لو هنتبع صيام متقطع ناخد بالنا بس من الخطوات او من الوقت اللي هنحسب فيه الصيام المتقطع. وهنا اقدر اقول لك انواع الصيام المتقطع. الصيام المتقطع عندي نوعين متعارف عليهم، اللي هو الصيام بوقت محدد وصيام اليوم الكامل. انا مش هتكلم على صيام اليوم الكامل لانه صعب جدا وخطير، بس هديك عنه فكره. بس انا ما اتبعتهوش عشان ما يعني ما اتكلمش عنه وانا ما اتبعتهوش، لكن اللي عرفته ان اول حاجه صيام اللي هو بوقت محدد، اللي هو بناكل في اوقات معينه وبنصوم باقي اليوم، وده نظام اللي هو بصوم 16 ساعة وباكل 8 ساعات، اللي هو صيام 16 ساعة وباكل 8 ساعات. طب ال 16 ساعة دول بصوم فيهم في خلال ان انا ما باكلش حاجة؟ لا انا بشرب سوائل، ما باكلش اي حاجة، بشرب سوائل، بس السوائل ديت ما تكونش فيها سعرات، يعني معدومة السعرات زي ما بيقولوا، يعني ما فيهاش لبن، ما فيهاش سكر، هتكون عبارة عن سوائل. اشربي ينسون، كمون، اشربي زنجبيل، اشربي او جنزبيل، اشربي قرفة، اشربي شاي، اشربي قهوة، كل الحاجات دي معاكي
ميه طبعا، لكن ما بتكونش فيها ولا سكر حتى ولا سكر ستيفيا او اي سكر، لو بتستخدمي سكر عادي من السكر اللي هو الـ يعني سكر دايت، ولا سكر ولا هيكون فيه البان. طب انا بتبعه ازاي؟ عشان ناس كتير ما بتبقاش فاهمه. انا بصوم، يعني هديكي مثال، لو انا صمت لحد 12 مساء هبتدي اكل الساعه 8 مساء، يعني هبتدي من 12 ل 8، تمام؟ ومن الساعه 8 مساء بالليل هبتدي اصوم للساعه 12، تمام كده؟ يعني هنا بصوم 16 ساعه وباكل في الثمان ساعات. في خلال الثمان ساعات اللي انا باكل فيهم، المهم جدا ان انا اكل اكل صحي، ان انا اكل اكل معمول بطريقة صحية بدهون صحية وحسب سعراتي الحرارية. وهنا في الوقت دوت الثمان ساعات دول ممكن اكل فيهم وجبتين، او ممكن اكل فيهم ثلاثة، او وجبتين وسناك. ده لو ناس مش متبعة الكيتو، يعني براحتك خالص في الثمان ساعات هتاكلي الوجبات بتاعتك حسب سعراتك في الثمان ساعات، واشربي سوائل واشربي وكلي كل الاكل المسموح لك طالما في حدود سعراتك. وده بالنسبة لي اللي انا كنت بتبعه، وكنت ببقى حسيت ان هو اسهل واكفأ واحسن نظام في الصيام المتقطع. ممكن كمان ناس كتيرة ما تمشيش على الصيام المتقطع لمدة، يعني في ناس تقولك امشي عليه مدى الحياة. لا، الصيام المتقطع مش شرط تمشي، قدرش تمشي مش هيفرق معاكي، بس هو الافضل طبعا ممكن تدخلي يوم او يومين برضك تبقي حياتك العادية مش صيام متقطع. طيب في خلال بقى الناس اللي عايزة تتبع الصيام اللي هو الصيام اليوم الكامل، طبعا صيام اليوم الكامل دوت ممنوع فيه الاكل ولا شرب، وكمان بيبقى فيه لدرجة ان الناس دي بتمنع فيها خالص المشروبات، لدرجة ان هو بيحصل معاكي هنا بقعد 24 ساعة من غير اكل، وفي ناس بتوصل 72 ساعة. طبعا ديت طريقة يعني خطر جدا، لان هنا الاجهزة احنا شرب المية ذات نفسه يعني بيشغل الاجهزة. تخيلي بقى ان انا ما دخلش اي حاجة، وهو يعني هنا بيحصل عملية جفاف، وممكن يعني لا قدر الله ناس بتتوفى بسبب هذا الصيام اللي هو الصيام اليوم الكامل اللي هو 24 ساعة. فيبقى انا لا يفضل وان احنا نبعد عنه. في صيام تاني اللي هو صيام 20 ساعة، وده صيام صعب جدا، ان انا بصوم 20 ساعة وباكل في الاربع ساعات. ده ناس كتيرة اتبعته وجابت معاها نتيجة، بس المشكلة ان النظام دوت لازم تكوني تحت متابعة طبية او متابعة صحية، لان هنا انا باكل في الاربع ساعات وبصوم 20 ساعة. العشرين ساعة دولي لا بيكوني انت بتقومي فيهم بمجهود وحركة طبعا ونشاط طول اليوم، والاربع ساعات بتاكلي فيهم، اربع ساعات دول يا دوبك. في ناس كانت بتدخل فيهم وجبتين، وفي ناس كانت بتدخل فيهم وجبة. فطبعا هو نظام صعب جدا، لانه ممكن كمان يؤدي لهبوط في السكر، كمان ممكن يؤدي الى جفاف، فهنا انا ما بفضلهوش. انا عايزه اقول لكم ان انا اول ما ابتديت الكيتو فعلا كنت في الاول طبعا لسه مش منتظمه، اول حوالي اسبوع ده في البدايات خالص، لكن لما ابتديت ان انا اتبع نظام الكيتو وادخل الدهون زي ما قلت لكم قبل كده، دخلت الدهون صح، دخلت المواد الكربوهيدراتيه بالنسب اللي هي الاوراق الخضراء كنت باكلها كتير مع الاكل، فهنا ابتديت فعلا ان انا اتبع صيام متقطع. جه هو تلقائي من نفسه ان انا ما بقتش بجوع جدا، لان نسبه الدهون اللي كنت باكلها في الوجبه كانت مشبعاني، فما كنتش بجوع. فابتديت احس ان انا مش عايز اكل، يمر عليا ممكن 16 ساعه بس كنت بشرب سوائل وانا مش عايز اكل، فحسيت ان انا هدخل في اللي هو صيام العشرين ساعة. بس خفت على نفسي، لان لما قريت ان هو بيؤدي الى اضرار صحية كتيرة، فاتبعت صراحة نظام اللي 16 ساعة واكل في الثمان ساعات. في نظام بقى اخر نظام، هو نظام الصيام الجاف اللي هو احنا بنتبعه طبعا في صيامنا الاسلامي، اللي هو بنمتنع عن الاكل والشرب لمدة اقل من 24 ساعة. وهو طبعا صيامنا صيام في شهر رمضان كل سنة وانتم طيبين. فالصيام المتقطع مفيد جدا، بيفقد الوزن، بس زي ما قلت لكم اهم حاجة ان في خلال ان انا هاكل في الوقت اللي هو لو انا هصوم 16 ساعة، الثمان ساعات هاكل فيهم اكل صحي. وناخد بالنا من الجملة دي جدا، اكل صحي، ما دخلش فيه اي دهون غير صحية او ادخل فيه كمية نشويات كتيرة لو انت مش متبعة الكيتو.
اتمنى النهارده ان انا اكون اعطيتكم نبذه بسيطه عن الصيام المتقطع للناس اللي مش عارفه تبتديه. هو ابتدي صيام متقطع، حلو جدا، بينظم الاجهزه كلها بتاعه الجسم، وبالعكس ده انت هتحسي بنفسك نشيطه جدا رغم ان انت ممكن تكوني مش واكله. الصيام المتقطع دخلي في الفتره اللي هي 16 ساعه وقت نومك، يعني بالليل هتحسبي فيهم. كمان اول ما تصحي من النوم يفضل ان انت ما تاكليش كمان على طول، تقعدي بردك ساعتين ثلاثة، كل ده بتحسبيه في الصيام الستاشر ساعة. وبعد كده تبتدي تاكلي وجبتك الأساسية أو الرئيسية الفطار. هتحسي بفرق جميل جدا 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 في نشاطك، في صحتك، في بشرتك. فأتمنى النهاردة الفيديو يفيدكم، وجربوه واكتبوا لي في التعليقات، وما تحرمش منكم أبدا. بجد بجد عايزة أشكركم جدا 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 على كلامكم الحلو. أنا بغيب شوية بس معلش، بيبقى عندي ظروف، ولو عليا عايزة كل يوم أشوفكم وأكلمكم، لأن انتوا حبايبي وأصحابي وإخواتي، وكلامكم كله على راسي. وما تحرمش منكم ابدا. ولو الفيديو عجبك اعملي لايك وشير، ولاول مره يشوف القناه يا ريت يشترك في القناه ويعمل الجرس على كلمه قول او كل عشان يوصل له كل جديد. واللي عايز يسالني في اي حاجه يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله بفضل الله لو انا قدرت وعندي معلومه عنها هفيدها بيها. واشوفكم بالف خير وسعاده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.